بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبار جديده وكواليس جديده هتعرفوها معانا النهارده في الاشباك. النهارده هنكون مع حضراتكم ان شاء الله في حلقه استثنائيه لمده ساعه، زي ما احنا متعودين كل اسبوع برنامج الاشبال بيكون مع حضراتكم ساعه ونص، ولكن مباراه الدور قبل النهائي ما بين الارجنتين وكرواتيا، مباراه بيتابعها كل العالم، علشان كده برنامجنا النهارده هيكون لمده ساعه علشان نقدر مع حضراتكم برضو نتابع مباراة الدور قبل النهائي في كأس العالم. هيكون ضيفي وضيفكم النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني اللاعب علي عمرو، مهاجم فريق الشباب، وهو أحد اللاعبين المميزين اللي بقدموا مستويات عالية جدا السنة دي، خاصة في بطولة الجمهورية للشباب مع النادي الأهلي، واحد اللاعبين المميزين اللي مستني بس فرصة من مستر كولر علشان يكون متواجد في الدرجة الأولى. هنبتدي حلقتنا النهاردة مع حضراتكم، كل التوفيق لفريق المغرب بكرة اللي هيواجه منتخب فرنسا في الدور قبل النهائي. المغرب كتبت التاريخ وما زالت تسطر تاريخا جديدا. غدا إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي إن شاء الله يعني يقدر يوصل للدور النهائي في كأس العالم. واحنا كنا بنقول وبنتكلم عن الدول العربية، دايما لما كنا بنشارك في كأس العالم كان كل المنتخبات خاصة العربية يعني بتسعى إلى شرف الوصول إلى كأس العالم، علشان يتكتب في كل تاريخ كل منتخب بلد إنها وصلت لكأس العالم. زي مصر، مصر الكبيرة لأكثر من 100 سنة في الرياضة، وصلنا 34 وسنة 90 وسنة 2018. المغرب كتب التاريخ يفوق كل التخيلات، يفوق كل التوقعات، انها تصل للدور قبل النهائي. ده على سقف المنتخب المغربي، على سقف العرب، العرب اللي بيقدموا مستويات اكثر من رائعه في كاس العالم. شفنا البدايه كانت مع منتخب السعوديه اللي فاز على منتخب الارجنتين، شفنا تونس وهي بتفوز على فرنسا اللي هتواجه بكره المغرب، احد برضو الفرق المرشحة للحصول على كأس العالم، وبنشوف المغرب وهي بتوصل للدور قبل النهائي. ده استوقفني وعايزين نرجع نفتكر كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب في المؤتمر الراعي الثالث للنادي الأهلي اللي كان منذ أيام قليلة جدا، وهو بيتكلم وبيقول المغرب فعلا شرفت العرب كلهم. المغرب شرفت العرب بالوصول للدور قبل النهائي، مش الوصول بس، ده بالمستويات الأكثر من رائعة، بالأداء الأكثر من رائع. هنشوف بعد المونديال معظم لاعبي منتخب المغرب وهم بيحترفوا في أعلى الفرق الأوروبية، وأيضا كمان أثنى على دولة قطر اللي بتقدم تنظيم أكثر من رائع وصعبت المهمة على أي دولة بعد كده هتستضيف المونديال. لازم نقف عند منتخب المغرب، خاصة كابتن محمود الخطيب قال في كلمته أن الكرة العربية من خلال الانضباط والالتزام والثقة بالنفس قادرة على المنافسة في أكبر المستويات، وأتمنى أن يكون هذا الإنجاز دافعا للأمة العربية، وخاصة كمان عندنا في الرياضة المصرية، مصر تستحق مكانة أكبر، علشان كده لازم تكون نظرتنا للرياضة المصرية مختلفة، نظرتنا للرياضة المصرية مختلفة. عايز أرجع لحضراتكم لدور الدولة المصرية في 2019 لما كانت عندنا كأس الأمم الأفريقية في مصر، نفس التنظيم الرائع اللي بنشوفه في كأس العالم في قطر مصر عملته في 2019، وإحنا بننظم كأس الأمم الأفريقية في الافتتاح الرائع وفي الختام، في الملاعب، في التنظيم، في كل شيء، لكن كان التنظيم الفني عندنا، اختيار المدير الفني، اختيار اللاعبين، وهنا بيتوقف عن المسؤولين عن ملف الكرة المصرية. هو ده النقطة اللي احنا دايما بنتكلم فيها. حتى لما وصلنا روسيا كأس العالم برضو كان في عقبات عندنا في روسيا والتنظيم وبعض الناس المشاهير الموجودة في معسكر منتخب مصر، وكأن خلاص مصر اكتفت بالوصول لروسيا. شوف المغرب والعقلية المحترفة، وشوف عندهم راجل اسمه فوزي لججع ازاي بيصل بالكره المغربيه. ولما نتكلم عن الكره المغربيه ما بتكلمش عن منتخبات بس، انديه،
شوف النهارده في دوري ابطال افريقيا الوداد، ونشوف النهارده ايضا في بطوله الكونفدراليه، ونشوف النهارده المنتخب المغربي بيسطر تاريخ كبير جدا. النهارده الاهرام الرياضي الغلاف بتاعه كان غلاف النهارده اكثر من رائع، غلاف معبر، غلاف لا يحتاج الى الكلام. النهارده الدرس، الثلاثة القائمين على الرياضة المصرية من قبل والآن، كابتن هاني أبو ريدة، الأستاذ أحمد مجاهد، الأستاذ جمال علام، وجايب صورة المنتخب المغربي، اللاعبين والأجهزة الفنية وهم بيحملوا وليد الركراكي، وكاتب الدرس. أتمنى أن نعي الدرس جيدا. النهاردة المغرب من خلال التنظيم، من خلال ناس بتحب بلدها وتحب تكون أندية بلدها في أفضل المستويات ومنتخبها في أفضل المستويات، ناس بتشتغل بإخلاص. علشان كده الغلاف بتاع الأهرام الرياضي النهاردة غلاف معبر جدا، لا يحتاج إلى كلام لكن يحتاج إلى عمل. النهاردة الدرس، أتمنى نكون وعينا الدرس وتعلمنا الدرس، ويكون عندنا كوادر فعلا، كوادر بتحب البلد، موجودة في الاتحاد الأفريقي وموجودة في الاتحاد الدولي، موجودة عندنا كوادر في المدربين. وليد الركراكي ده كان مدرب الوداد، تولى قيادة المنتخب المغربي قبل انطلاق البطولة كأس العالم، علشان عندهم كوادر، عندهم لعيبة، عندهم دوري قوي. أتمنى نكون وعينا الدرس زي ما الأهرام الرياضي كاتب في صفحته. هنروح للنادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة كان في زيارة لواحد من نجوم النادي الأهلي السابقين، واحد من اللعيبة اللي دايما بيتذكرهم النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي بكل خير، فلافيو مهاجم النادي الأهلي السابق، كان موجود في القاهرة في سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا. كابتن محمود الخطيب شخصيا كان حريص النهاردة على استقبال فلافيو، واحد من نجوم النادي الأهلي، بعد ما انتهى كابتن محمود الخطيب من مؤتمر الرعاية الطبية المقدم لأعضاء والعاملين في النادي الأهلي، كان متواجد في النادي الأهلي وكان حريص النهاردة على استقبال فلافيو. وكلنا نتذكر فلافيو بتاريخه الكبير مع النادي الأهلي، أهدافه الحاسمة، وهو ده دور النادي الأهلي، دور النادي الأهلي اللي ما بينساش أبنائه، ما بينساش أبنائه المخلصين، وفلافيو واحد من أبنائه المخلصين. شفنا قبل كده زيارة لجيلبرتو للنادي الأهلي واستقبال كابتن محمود الخطيب ليه، شفنا قبل كده استقبال لأنيسبو جلبان واحد من نجوم النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي واستقبال الكابتن محمود الخطيب ليه، والنهارده استقبال الكابتن محمود الخطيب لفلافيو، وفلافيو واحد من نجوم النادي الأهلي دايما بيتذكرهم جمهور النادي الأهلي بكل خير، وهو ده دور النادي الأهلي. وده إمضة توقيع الكابتن محمود الخطيب على تيشيرت النادي الاهلي الجديد، والاحتفاظ بلافيو بتذكار جميل من النادي الاهلي. تعالوا مع بعض نتذكر بعض من اهداف النجم السابق فلافيو. الاهلي وادي الثالث، فلافيو الهمام الهمامي سوما، وادي عرضيه، جول جول الهدف الاول فلافيو. بقول لحضراتكم اللعبه المتفقين عليها، والثانيه البيا الاولى، حسام عاشور، حسام يلعبها حلوه ناحيه جيلبرتو، عنده مساحه ويلعب العرضيه، يلا يا جيلبرتو، يلا يا فلافيو، جول. لسه بقول يا جماعه مش ممكن، فلافيو جوه ال 18 يعني جول، لكن بره ال 18 بيفقد النادي الاهلي خطورته تماما. وحلوه كالعاده جيلبرتو العرضيه، وفلافيو رايح ولاعبها بدماغه، احمد شديد هنا ومحمد ابو تريكه، ولا عرضيه، الجول الاول فلافيو، لكن بيخش يامن بن ذكري ويقطع كره خطيره جدا، وادي العرضيه والجول الثاني، يا فلافيو. زي ما شفنا مع بعض اهداف فلافيو كلها اهداف ممتعه، عمر جمهور النادي الاهلي ما ينساها انها كانت اهداف حاسمه.
نروح لزيارة مهمة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والزيارة جت من الجهاز الفني والمدير الفني لمنتخب مصر الأول فيتوريا. فيتوريا قبل كده قام بالزيارة لجميع الأندية منذ أن تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر، لكن كانت الزيارة للفرق الأولى أو الفريق الأول لكل نادي، راح يتعرف على الأجهزة الفنية، يتعرف على المديرين الفنيين، نظام الكرة المصرية. لكن زيارة فيتوريا المرة دي مختلفة لقطاعات الناشئين. كان فيتوريا متواجد في النادي الأهلي بالأمس في زيارة مهمة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كان في استقباله كابتن خالد ديبو رئيس قطاع الناشئين، بروكيتش المدير الفني، والكابتن شريف عبد الفضيل، وبعض من الأجهزة الإدارية في النادي الأهلي. جاي يشوف البنية التحتية للنادي الأهلي، والراجل كان منبهر باللي بيقدمه للنادي الأهلي، وما شاء الله موجود في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وهو أثنى في كلامه على اللي موجود. زي ما احنا شايفين دي صالة الجيم، شايفين الملاعب، والنادي الأهلي ما فيهوش ملعب ولا اتنين، ما شاء الله في ملاعب كثيرة للتدريب، ملعب للمباريات، ودلوقتي بيتم أيضا يعني إنشاء مدرج هيكون تحتيه غرف ملابس تحت المدرج الجديد. في عندنا ملاعب عددها كبير جدا لأكاديميات النادي الأهلي ولقطاع البراعم، فهو أثنى على البنية التحتية اللي موجودة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كان حصل تواصل بيني وبين أحد أفراد الجهاز في منتخب مصر الأول، وكنت عايز أعرف الهدف من زيارة فيتوريا إيه؟ النهاردة ليه اهتمامه بقطاعات الناشئين؟ فهو قال لي زيارة فيتوريا هو عايز يتعرف أكتر على الكرة المصرية، عارف عايز يشوف قطاعات الناشئين ويشوف طرق اللعب في قطاعات الناشئين، ويتم التواصل مع مدير قطاعات الناشئين. دي خطوة كويسة، لكن وصلت له رسالة مهمة جدا. وصلت له رسالة، قلت له النادي الأهلي عنده القدرة المالية إن ممكن يكون عنده مدير فني أجنبي، ممكن يقدر يخطط، عنده الإمكانيات، عنده الملاعب، لكن النهاردة لازم يكون لدور اتحاد الكرة، اتحاد الكرة دور في مساندة جميع الأندية غير قادرة على استجلاب مدير فني. بمعنى قلت له النهاردة لازم يتم من خلال صفحة الاتحاد المصري، زي ما احنا بنشوف صفحة كلاتنبرج أو دوره على صفحة الاتحاد المصري في الفقرة التحكيمية وبتجيب مشاهدات كبيرة، شايفين الملاعب ما شاء الله ملاعب على أعلى مستوى في النادي الأهلي. فقلت له النهاردة لازم يتم التواصل من خلال صفحة الاتحاد، لازم يكون في برامج وتوحيد برامج تدريب لكل البراعم والناشئين في مصر من خلال الاتحاد، وده من خلال المدير الفني لقطاع الناشئين اللي أو مدير الفني للاتحاد المصري. لازم النهاردة النقطة دي اتحاد الكرة يهتم بيها. في أندية كتير ما عندهاش القدرة، في مدربين كتير في قطاعات الناشئين مش مثقفين وعندهم القدرة الفنية يحطوا برامج. لازم النهاردة دور اتحاد الكرة المصري من خلال صفحته يكون في تواصل مع جميع المدربين في مصر، وده اللي احنا شفناه من قبل الاتحاد الألماني قبل كده. تم وضع برامج لتنمية المهارات، الكرة الألمانية كرة فيها سرعة وفيها قوة، لكن كان مفتقدة لعنصر الموهبة، فتحط برامج. النهاردة دور الكرة المصرية والقائمين على الكرة المصرية لازم يكون في برامج للمدربين في كافة الأندية، من أول الولد وهو 8 سنين للولد وهو 17 و18 سنة، علشان المدرب يبقى مثقف يقدر النهاردة يقدم للولد معلومة صحيحة، يقدم له وحدة تدريبية صحيحة. ده جانب من الزيارة وانبهار روي فيتوريا بالبنية التحتية في النادي الأهلي. أيضا من ضمن زيارة النادي الأهلي نادي سبارتا براج التشيكي اللي مقيم في مصر خلال الفترة دي، ونادي سبارتا براج التشيكي واحد من أكبر الأندية الأوروبية وأكبر الأندية التشيكية. في زيارة النهاردة قطاع الناشئين في سبارتا براج التشيكي موجود في مصر وبيتدرب على ملاعب قطاع الناشئين في النادي الأهلي. النهاردة كانت في مباراة ما بين فريق سبارتا براج وفريق النادي الأهلي مواليد 2005، وفاز نادي سبارتا براج على النادي الأهلي 3-0. ومش عيب النهاردة إن النادي الأهلي في المباريات اللي زي دي الولاد تتعلم، مش عيب النهاردة إن احنا نعرف احنا واقفين فين في المستوى الفني، في المستوى البدني، في المستوى الخططي. بالعكس النهاردة احنا عايزين بطالب الكابتن خالد بيبو يكون في مباريات كتيرة مع فرق أوروبية، احتكاك مهم، مدارس مختلفة، تجربة مهمة، بيكون فيها احتكاك مهم،
فيها استفادة بدنية واستفادة فنية، ومن هنا المدرب في قطاع الناشئين يقدر يعرف الولاد أو اللاعبين وصلوا لمستويات إيه. فهي تجربة ناجحة، أتمنى إن شاء الله تكرارها مرات ومرات خلال الفترة القادمة. نروح لفاصل، وبعد الفاصل معانا مباريات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. فريق 2005 يفوز على وادي دجلة بثنائية ويحتفظ بصدارة بطولة دوري الجمهورية. سجل للنادي الأهلي عبد الله بوستنجي واللاعب محمد عبد الله. نروح نشوف مع بعض سريعا ملخص فوز النادي الأهلي على دجلة بثنائية. احنا شفنا ملخص فوز الاهلي بالثنائيه على وادي دجله 2005، ما شاء الله في الملخص شفنا سيطره تامه، فرص كبيره من فريق 2005. نروح نشوف ونحل مع بعض اهداف فوز الاهلي بالثنائيه على وادي دجله. الهدف الاول اللي جه عن طريق اللاعب عبد الله بوستنجي من كره راسيه في الشوط الاول، دي كره ثابته، والاسيست اتعمل عن طريق اللاعب سيف ايمن اللي عمل كره عرضيه لعبد الله بوستنجي، لقى فيها سهوله كبيره جدا وكانت متابعة جيدة منه انه يقدر يسكنها في شباك حارس مرمى وادي دجلة. دي فرحة لاعبي فريق 2005 وحقهم انهم متصدرين بطولة
الجمهورية. ده الهدف الثاني، وهدف يعني أكثر من رائع، وتسديدة صاروخية عن طريق اللاعب محمد عبد الله اللي بيقدم مستويات أكثر من رائعة مع فريق 2005. نروح نشوف مع بعض لقاءات ما بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بثنائية. كنا يعني كنا رجاله، بس الشوط الاول في شويه بس روح ما كانش عندنا، بس الشوط الثاني رجعنا والروح رجعت لنا، وكنا بنتواصل مع بعض، والحمد لله قدرنا نفوز 2-0، وقدرنا يعني كلنا نرجع ثقه بعض لبعضينا، والحمد لله ربنا كرمنا. بيقول لنا عادي انزلوا بس انزلوا بروح، ولازم 3 بونت نجيبهم، وهو بيحفزنا يعني ما بيكلمش حد وحش، كل اللي بيكلمه بيحفزه وبس. طبعا السنه دي لازم ناخد البطوله، السنه اللي فاتت ربنا ما كرمناش بالبطوله، بس السنه دي حاطين حافز لينا البطوله وحافز لينا الفريق الاول، عشان مستر الكره طبعا بيجي يتفرج، فاحنا كلنا طبعا حاطين هدفنا الفوز بالبطوله ونتصعد فريق اول كلنا ان شاء الله. الحمد لله. قبل اي حاجه عايز اشكر اللعيبه والجهاز الفني، النهارده خدنا الماتش من اوله، واحنا اي نعم طالعين الشوط الاولاني كسبانين، بس ما كناش راضيين عن نفسنا، وبين الشوطين فعلا كابتن علاء قال لنا لازم تزيدوا الروح وكل ده، وفي الشوط الثاني يعني بينا الكلام ده. احنا من قبل الموسم كل اللعيبه مع بعض وقاعدين نفسنا وعاملين عهد ان احنا الموسم ده ان شاء الله احنا دايما هنركب اول، وحتى لو ركبنا هنفضل مستمرين ومحدش هيقرب مننا، وده اللي بيحصل فعلا. يعني الفرق دلوقتي 6، ومش عارف فرق ثانيه عملت ايه، بس ممكن يزيد، والحمد لله يعني احنا قاعدين نفسنا. يعني السنه دي فعلا كان في حاجات ناقصاني السنه اللي فاتت ما كنتش بعملها، يعني مثلا الاداء قدام، بس بحاول اطور من نفسي كل شويه، واي حاجه الناس الكابتن بيكلمني فيها والجهاز بسمعها، والماتش اللي بعديه يعني بحاول اطورها. طبعا انا امبارح يعني جالي الخبر ان انا اتصعدت 2005 النهارده في الماتش، فكابتن سيد لما جه قال لي بعد التمرين اتبسطت قوي، ورحت ريحت اليوم كله في البيت عشان اجهز الماتش بكره. وطبعا بشكر كل 2005 الفرقه والجهاز كلهم يعني ساعدوني في الماتش، ولما كنت بغلط كانوا بيشجعوني وكده، فيعني بشكرهم جدا. طبعا الحمد لله على الاداء، يعني كله من عند ربنا ومجهود. بس انا طبعا يعني معظم الفرقه كنت اعرفها عادي من النادي واصحابه، وساعات بقابلهم بره النادي وكده، فيعني اللي هو الموضوع كان عادي، جاي العب مع نفسي زي كاني بلعب مع 2006 بالظبط، وكان هم شجعوني اكتر وحمسوني للماتش، وكاني ما فيش اي مشكله، وخلوني مش متوتر خالص وهادي، والماتش زي اي ماتش لعب. قال لي انا عايزك تلعب السهل وما تخافش، وحتى لو غلطت ما فيش مشكله، وانا جايبك عشان بثق فيك. وطبعا يعني بشكر كابتن علاء انه ياخدني معايا ماتش زي ده، وهو طبعا شجعني جدا في الماتش كله. الحمد لله طبعا اشتغلت على نفسي من بدايه الموسم، ودايما كنت بقول لاهلي في البيت انا هعمل موسم كويس النهارده. رجعت اول في الاجازه، اول ما رجعنا اشتغلت بجديه مع كابتن سامر طبعا كان بيلعبني في الاول باك رايت، بس الحمد لله اقتنع بيا ان انا ديفندر، وجي كابتن علاء طورني اكتر، فالحمد لله شغال كويس. ودايما بقول لواحد سهل على نفسك وسرع رتمك، وطبعا بص لقدام اولا، واهم حاجه الروح، وامسك لي رتم الملعب وكده. طبعا احنا هدفنا الاول طبعا البطوله السنه دي، فبنتكلم مع بعض عن على البطوله وكده والصداره. طبعا نشكر ربنا على 3 بونت النهارده، وبدايه الموسم عملنا فتره اداء كويسه قوي مع كابتن سامر، بعد كده كابتن سامر مشي يعني، وجي كابتن علاء طورنا اكتر وبتاع، وبينا نلعب على الضغط العالي والتحولات بسرعه والريتم السريع، الريتم بتاعنا اتغير خالص، وبينا ناخد الالتحامات، فبقينا كويسين يعني غير السنه اللي فاتت خالص. بيكلمني بيقول لي انا كباك ليفت بتعمل اوفرات كتير، وهاجم واطلع اوفر لاب، وعامل تغطيه عكسيه وارفع اوفرات، فبيقول لي ركز يعني ولعب السهل وسهل الكره على نفسك وكده. والله بنكلم اللعيبه كلها، السنه دي موسم غير السنه اللي فاتت، عشان ربنا ما كرمناش الموسم اللي فات يعني ما خدناش البطوله وكده، فان شاء الله يعني السنه دي كلنا بنكلم بعض، لازم البطوله بتاعتنا السنه دي، وان شاء الله احنا الاول والحمد لله. ايضا بنبارك لفريق 2007 اللي فاز برباعيه على الداخليه في بطوله الجمهوريه. سجل للنادي الاهلي حازم عاشور، محمد عبد الفتاح تاحه، مصطفى بهجت، وكريم عمرو. نروح نشوف ملخص فوز الاهلي على الداخليه برباعيه.
ده كان ملخص واهداف فوز الاهلي فريق 2007 على الداخليه برباعيه. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه، بعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل مهاجم فريق الشباب علي عمرو هيكون في ضيافه الاشبال، ولكن بعد الفاصل. احمد ربنا وبشكر فضل الاول على الاداء والنتيجه الكويسه، يعني ما شاء الله كانت ممكن تبقى 5 و6 و7، لكن برضو رعونه اللعيبه برضو اللي انا بتكلم عليها وكلمت ما بين الشوطين. بحمد ربنا على المكسب لانه كان جاي بعد هزيمه الماتش اللي فات، هزيمه غير مستحقه طبعا من فريق زد، لان كان وان سايد جيم الشوط الثاني وكان في بدلك كبير قوي، يعني 6 7 فرص اكيد، وبنقول هي دي الكوره مفيش مشكله، بس احنا الفرق الكبيره دايما بترجع بسرعه، يعني الفرقه الكبيره لما يكون في اخفاق او في تعثر في اثناء الدوري بنرجع بسرعه الحمد لله. فبحمد ربنا وبشكر فضله اللي احنا رجعنا بسرعه بنفس الحماس والاداء والنتيجه اللي ربنا كرمنا بيها النهارده الحمد لله. والله احنا لعبنا الخميس اللي فات، وبعدين لعبنا يوم الاثنين مع زد، ما كانش فيه وقت خالص، فكان لازم يبقى فيه استشفاء للعيبه، فكان رجعت بس على نقط معينه، اخطاء معينه في ماتش زد يوم الاثنين، يوم الثلاث ويوم الاربع، على اساس ان احنا عندنا ماتش الداخليه، ماتش مهم عندنا هنا، والداخليه كان كسبان الماتش اللي فات وادي دجله 3-1، عامل نتيجه كويسه، فجاي برده عنده دوافع. فبقول الدوري اتصعب لان في حوالي 6 7 فرق بينافسوا دلوقتي، يعني النقاط قريبه قوي من بعض، فرق نقطه نقطتين بين ما بين الاول وما بين السادس تقريبا، 3 4 نقط بالكتير، فماتش بيفرق، فكل ماتش لينا ببطوله سواء كان داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. فربنا ييسر ان شاء الله باذن الله في الجاي عندنا ماتش الجيش يوم الخميس في الجيش، وفرقه محترمه ونادي محترم. احنا الحمد لله احنا كنا رجاله عشان كان في الماتش اللي فات حصل فيه تعثر، فحاولنا النهارده الحمد لله حاولنا نبقى رجاله ونكسب، وكل الفرقه كانوا رجاله ولعبنا وعملنا ماتش كويس الحمد لله. طيب الكابتن اسامه اتكلم معانا وقال لنا احنا لازم ناخد البطوله السنه دي، احنا خدنا البطوله السنه اللي فاتت وعايزين ناكد على البطوله، فكلنا كنا رجاله وحاطين قدامنا البطوله وكلنا كنا رجاله الحمد لله النهارده. الحمد لله النهارده كسبنا فرق 4، كسبنا 4-0، وحصل مشكله ان هو دروب في الماتش اللي فات اللي هو ماتش زد، وحسنا كام دروب في الاول، بس احنا بنفوق منه لان احنا ابطال السنه اللي فاتت، فان شاء الله ناخد البطوله السنه دي. والحمد لله النهارده كل الفرقه كانت رجاله، وطبعا يعني بنشكر كابتن اسامه وكل الجهاز. والله احنا استحوذنا المباراه كلها، وحتى الشوط الثاني احنا بنلعب في نص الملعب بتاعهم، بس احنا يعني بنلعب وان سايد جيم، بس ما هما ما مسكوش كوره يعتبر، احنا مسكنا كوره بس، وكنا ممكن نكسب 4 و5 و6، بس هو في يعني جول ما جاتش وكده، وتوفيق من عند ربنا يعني الحمد لله على الاربعه. الحمد لله على الاداء والمكسب، اللعبه كلها كانت رجاله. كابتن اسامه بيفضل يعني يتكلم معانا يقول لنا ماتشات صعبه وكده، بس بيقول لنا الماتشات كلها ماتشات كؤوس، مفيش ماتش سهل وماتش صعب، لازم نكسب كل الماتشات. الحمد لله على الاداء يعني. هو اللعيبه كلها كانت داخله الماتش مركزه لان احنا خسرنا الماتش اللي فات 1-0، فمن زد كابتن اسامه قال لنا لا انتوا لازم تكسبوا، انتوا فرقه البطل، انتوا واخدين الدوري السنه اللي فاتت لازم تحافظوا، بس الحمد لله يعني. هو كابتن اسامه اتكلم معانا قبل الماتش واتكلم معانا برده من بعد ماتش زد، لا انتوا يعني لازم تكسبوا، انتوا مفيش حل تاني غير المكسب. اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بضيف النهارده اللاعب علي عمرو مهاجم فريق الشباب للنادي الاهلي اللي بيقدم مستويات اكثر من رائعه في بطوله الجمهوريه، واحد ايضا من اهداف فريق الشباب بالنادي الاهلي. منورنا ومشرفنا علي. اهلا وسهلا كابتن، شرف ليا ان اطلع مع حضرتك. والله اول مره في قناه الاهلي؟ ثالث مره. المرتين قبل كده؟ مره لما طلعنا السنه اللي قبل اللي فاتت، لما خدنا الدوري برضه طلعنا مع حضرتك. كان فريق 2001 صح لما خدتوا الدوري؟ وعملنا لكم حفله كبيره هنا في قناه الاهلي. صح؟ دايما بتطلع في الانتصارات وفي الفوز وفي الحاجات الحلوه. الحمد لله. عايزين نبتدي بقى معاك البدايه من الاول، ما شاء الله بتقدم مستويات اكثر من رائعه السنه دي في فريق الشباب مع الكابتن شريف عبد الفضيل، انت برضه واحد من هدافي المسابقه. بدايتك مع النادي الاهلي، انضميت امتى للنادي الاهلي علي؟ كان عندي 4 سنين كده ولا حاجه، دخلت الاكاديميه، بعد كده فتره الاكاديميه عدت عليا. كان في طبعا مسابقات ما بين الاكاديميات، القاهره، مدينه نصر، بتاع الكلام ده. بس وبعد كده جه لما عملوا فرقه ال 2002 طلعوا مميزين يختبروا كده. كنت بس في اكاديميه النادي الاهلي فرع ايه؟ مدينه نصر. كانت لسه الاكاديميات ما انتشرتش وقتها، كان فرع مدينه نصر بالظبط. بس وطلعوا مميزين يختبروا كده، والحمد لله ربنا وفقني يعني مع فرقه ال 2002 وكنت معاه. مين اللي اختارك وقتها من الاكاديميه علشان يرشحك للقطاع؟ ساعتها كان ماسكني كابتن احمد جمال، يا كابتن عرفه.
بس وبعد كده طلعنا كابتن احمد جمال وقتها. كابتن احمد جمال شفت انا اللي فاكر وانت مش فاكر. لا مسكني مدربين كتير وانا صغير، كان عندي 4 سنين ولا حاجه يعني مش متذكر قوي انا عشان مش عايز انسى حد. بس اول سنه طلعنا فيها كان كابتن احمد جمال هو اللي ماسكنا يعني. بس لما انضميت للقطاع كان عندك كام سنه وقتها؟ 6 أو 7 سنين. مين أول مدرب بقى مرنك في القطاع؟ كابتن أحمد جمال. برضو كابتن أحمد جمال. كابتن أحمد جمال. طيب مرورا بالمدربين اللي مرنوك في القطاع، مين أبرز المدربين أو المدربين اللي اشتغلت معاهم خلال السنين الطويلة دي؟ والله كابتن اشتغلت مع مدربين كتير قوي، بس كل مدرب طبعا يعني بتاخد منه بتكتسب منه خبرة يعني. أنا اتمرنت مع كابتن أحمد جمال، وبعد كده بعديها كابتن أحمد سمير بيبو. وبعد كده كابتن عصام صلاح، بعد كده كابتن سامر عبد الرحمن. بعد كده كابتن شرف، كابتن سيد الغريب، كابتن شريف عبد الفضيل دلوقتي. مدربين كتير قوي انا مش عايز انسى حد، بس كل واحد طبعا اتعلمت منه حاجه يعني. هي الكوره بتعلمنا كده يعني، ان احنا نكتسب خبرات من الناس الكبيره دي والناس اللي لعبت الكوره قبلين. طيب مين المدرب اللي ترك فيك بصمه؟ اكيد كلهم مدربين افاضل وتعلمت منهم، لكن طبعاً. بيفضل في مدرب كده لا يعني المدرب ده انا اتطورت معاه بشكل كبير. والله انا فضلت يعني كذا سنه في الخماسي والسداسي وكده ما كنتش بشارك بصفه اساسيه. ده في مسابقات البراعم. في مسابقات البراعم. جه كابتن سامر عبد الرحمن. هو اللي اداني الثقه دي، وهو اللي لعبني، وهو اللي بدأني ابتديت العب مع ماتشات، ابتديت اكتسب خبرات اكبر يعني. وطورني تكنيك يعني تكتيك تكتيكيا في الملعب بالظبط كده، تحركات والكلام ده بالظبط. بس وبعد كده برضو كابتن شرف اتعلمت منه حاجات كتير يعني. المستوى العقليات يعني هو غير فيا شويه. حضركوا نفسيا كويس للمباريات بالظبط. كابتن شريف بيتعامل معانا نفسيا كويس جدا. مش عايز انسى حد والله. كابتن احمد سمير مهارات كانت حاجة أساسية بالنسبة له. يعني بس. طيب مين اللي وظفك بقى راس حربة؟ أكيد أنت صغير ملاعب خماسي لسه العملية ممكن تلعب في مراكز كتير، لكن بتيجي في مدرب لما الملعب خلاص 11 ملعب كبير بالزبط. بيوظفك في المكان ده بالزبط. بس أنا كنت بلعب فرود من وأنا صغير، كنت بلعب فرود. بعد كده برضو مع كابتن سامر كان بيلعبني ساعات طرف، كابتن ياسر محمدين أنا نسيته. مسكني برضو. كابتن ياسر كان بيلعبني طرف ساعات، بيلعبني تحت الفرويد. كابتن تامر حفني. بقول لك انا مش عايز انسى حد. ما شاء الله كان مدربين كتير. كابتن تامر حفني مثلا كان بيلعبني تحت الفرويد يعني. الحمد لله يعني بلعب في اكتر من مكان كويس. احسن مباراه تتذكرها اديتها في قطاع الناشئين من يوم ما دخلت القطاع، مباراه ما تنساهاش؟ اللي عمري ما انساها السنه اللي فاتت مع كابتن شرف. ماتش الزمالك الحمد لله ربنا اللي سجلت فيه. زعناها، زعنا المباراه هنا على قناه الاهلي. صح. حسن. جبت فيها هدفين الحمد لله يعني، وربنا كرمني الماتش ده. تمام. يبقى كانت مباراه الزمالك يا وش السعد عليك. هروح لفاصل سريع وهنرجع بعد الفاصل نتكلم بقى على تالقك في بطوله الشباب السنه دي مع الكابتن شريف عبد الفضيل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم وبضيفي مهاجم الاهلي فريق الشباب علي عمرو. علي كنا بنتكلم قبل الفاصل على فريق الشباب السنه دي، ما شاء الله بتقدموا مستويات رائعه رغم النقص الكبير في فريق الشباب، لكن ما شاء الله محتفظين بالاداء الجيد. اخر مباراه كمان كسبتوها امام حرس الحدود 5-2 صح؟ تمام. احرزت كم هدف في المباراه دي؟ 3 الحمد لله. طب كلمنا بقى مشوار الدوري السنه دي، واحد انت من هداف الفريق السنه دي ومن هداف المسابقه. الحمد لله يعني. الحمد لله. هي دي طبيعه النادي الاهلي يعني، احنا متعودين على النادي الاهلي في كده يعني. احنا بنلعب على البطوله وان شاء الله هناخدها، وربنا يوفقنا يعني في اللي جاي ان شاء الله. دور الكابتن شريف عبد الفضيل معاكم. لا ده دوره كبير قوي بصراحه. يعني هو شغال معايا تخصصي بعد التمرين كل حاجه بصراحه يعني. وبيعاملني نفسيا كويس. حتى فتره سواريش اللي طلعت فيها الفريق الاول كانت الدنيا مش مظبطه معايا والكلام ده، بس يعني هو احتواني بزياده يعني. وبالنسبه لي مش مدرب بس يعني، هو اخ كبير ليا برضو. ده الهدف اللي انت احرزته في الزمالك السنه اللي فاتت واحنا زعنا المباراه هنا، وكان واحد من الاهداف الحلوه. كلمنا بقى عن الهدف. ده احمد سيد غريب. ربنا يوفقه يعني ويكرمه ان شاء الله في الاتحاد دلوقتي. في عاره.
وكان ماتش يعني من احسن الماتشات اللي عملتها في حياتي يعني الحمد لله. كسبت المباراه دي كانت 2-1. اه 2-1. 2-1. قول لي بقى، شاف ازاي النهارده الفرصه ان احنا بنذيع المباريات على قناه الاهلي؟ كمان انتوا فزتوا في المباراه السابقه امام الزمالك السنه دي واحنا ذعنا المباراه دي برضو كسبتوا 2-1. شايف الفكره النهارده وقناه الاهلي وبننقل الماتشات، بيكون في استوديو تحليلي، بيكون موجود الكابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت، كابتن عادل طعيمه، نجوم كبار بيحللوا كمان مباراه الناشئين. هو طبعا انا مش هقول ضغط وكده عشان يعني احنا مضغوطين في قطاع الناشئين برضو، بس طبعا مش زي الفريق الاول. انت مطالب منك في كل ماتش انك تكسب، مطالب منك اداء كويس. ممكن يكون جديد على لعيبه ان هي تلعب قدام كاميرا ولايف والكلام ده، بس يعني الواحد بيتعود برضو. الضغوطات دي بتعلم، انت عايز تلعب درجة اولى في الفريق الاول، وهو ده اللي كل واحد بيسعى له، وهو ده اللي انا بسعى له. وان شاء الله يعني ربنا يكتبها لي. فمفروض انك لازم يعني تتعامل ان ده طبيعي، ده النادي. شاف الفكرة لما تتعمل من بدري واللاعب يتعود على الاجواء دي، لما يطلع درجه الاولى خلاص هو مش اعتاد على الشكل ده. مش هتفرق معاه كاميرا ولا مش كاميرا، انت انت بتلعب باسم نادي كبير يعني، انت كده كده العين عليك. حتى لو معلش حضرتك ممكن ما تصورش ماتشات مثلا بره، بس تلاقي برضو الخبر سمع. فانت كده كده عليك حمل. فالمفروض بقى انت تبقى قد المسؤوليه دي. شايف كولر بيحضر السنه دي مباريات في قطاع الناشئين وفي اهتمام، وبيجي من الجزيرة بعد التمرين، شاف مباراة الفريق 2005، تابع مباراة ل 2006، تابع مباراة ل 2001 أمام الزمالك. شاف اهتمام الجهاز الفني وكولر أنه يكون متواجد، ما بيكتفيش أنه بيتفرج على المباراة في التلفزيون. بالزبط. تواجده، شايف تواجده إزاي ودافع ليك أن كل واحد طبعاً يكون متواجد في الدرجة الأولى؟ هو حافز طبعا لينا، والراجل بيعمل شغله على أعلى مستوى يعني. حتى في يعني أنا شايف أن هو في التكتيك برضو بحس أن هو بيخصص اللعيبة كويس جدا. عنده فكر عالي في الملعب. وده طبعا حافز لينا ان انت تقول ان هو يجي يتفرج علينا كذا مره يعني، فده حافز لينا، احنا بنوري له نفسنا. هو وده بيشوف شغله يعني. طبعا ودي فرصه النهارده. بالظبط. عفوا، فرصه النهارده انك بتعلن عن نفسك كمان للمدير الفني. بالظبط، هو موجود، فانت المفروض غير انك لازم تكسب الماتش ولازم تأدي فيه، انت بتعرض نفسك للناس دي. وبرضه في ماتش الزمالك كان فيه موجود ناس كتيره يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني، كل اعضاء الجهاز الفني والاداري طبعا، كابتن حسام غالي. دي حاجه جيده. شفت ازاي برضه يعني بتشوف اداء رؤوس الحربه في النادي الاهلي ازاي؟ النهارده بيرسي تاو بيتوظف وبيسجل في المباريات، محمد شريف برضو ممكن يكون غاب عنه التهديف الفتره دي، لكن واحد من اللي كتبوا اسمهم في ضمن الاهداف الدوري الممتاز. دي لعيبه يعني، شادي حسين لعيبه كبيره طبعا. انا بتعلم منهم. انا لما كنت مع كابتن سواريش في الفتره اللي طلع فيها شباب، بس يعني ما حصلش نصيب ان انا اخد فرصه كامله ليا. الناس دي انا كنت بتعلم منهم يعني، كنت بشوفهم بيمشوا ازاي، بيتكلموا ازاي، بياكلوا ايه، بيعملوا ايه، حياتهم بره الملعب عامله ازاي، لما بيخلصوا التمرين بيعملوا ايه. طبعا كل دي خبرات، انا مش عارف اتكلم على كابتن محمد شريف ولا اي حد فيهم، عشان دي ناس انا بتعلم منها او لسه هتعلم منها. بس فدي استفاده ليا يعني، هم اللي يقولوا انا ناقصني ايه، شايفين فيا ايه، انا ما اقدرش اقول حاجه عليهم. طيب هنروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل عايز اكلمك بقى عن الفتره المهمه اللي انت صعدت فيها مع سواريش، وشاركت فيها كمان في بطوله الدوري امام طلائع الجيش، وقدمت برضو يعني كانت الوقت قليل، لكن ان شاء الله الفرصه تيجي مرات تانية مع كولر وتبدا تطلع افضل ما عندك. هنتكلم عن الفتره دي ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. علي قول لي بقى، الفتره اللي انت صعدت فيها قبل سواريش انت صعدت مع موسيماني برضو. كان فترة بس ما شاركتش فيها، لكن كانت فترة تدريبات فترة مهمة. طبعا احنا بنستفاد طبعا، كل مرة بطلع فيها بستفاد عن اليوم اللي قبله يعني، زي ما حضرتك عارف يعني.
تدريب قوي، احمال قويه بالظبط، وبعدين خبرات، لعيبه كبيره، لعيبه افريقيا، الكلام ده كله يعني دي خبرات لينا يعني. قول لي بقى مين اللي استقبلك في الدرجه الاولى اول تمرين ليك؟ كابتن سعد وكابتن كهربا. سعد سمير وكهربا. هو سعد وكهربا متخصصين استقبال الضيوف دايما. بس لا، هي المشكله ما كانتش في كده، المشكله ان انا كنت بلعب تقسيمه. وكان بيلعب، انا كنت بلعب فرويد، وكان بيلعب تحتيه كابتن وليد سليمان. وكان بيلعب على يميني كابتن كهربا. وعلى شمالي كابتن محمد طاهر. فانا فهو كان عامل شوطين. فالشوط الاولاني انا ما لمستش ولا كوره، فكنت عمال اتحرك وبتاع وكده، فبس فروحنا شربنا ميه ما بين الشوطين. فقال لي هو كابتن سعد بقى، راح قال لي يا ابني هو انت ما بتتكلمش ليه يا ابني، هو انت معمول سايلنت؟ قال لي انت ما بتتكلمش ليه؟ قلت له كابتن ما انا مش عارف، مش عارف انده على يعني كابتن وليد بيلعب تحتيه، مش عارف اقول له ايه وكده. بس يعني هو احتضني يعني، قول له يا وليد. ما ينفعش طبعا. بس يعني فخدت بقى الموضوع واحده واحده، وخدت على الموضوع. بعد كده برضه فادتني لما طلعت مع كابتن سوارش. فادتني بقى برضه كابتن اكرم كان بيتكلم معايا دايما. وكان بيتكلم معايا كابتن محمود متولي. ومنعم كويس. منعم ما كان معاكم في قطاع الناشئين يعني، بس يعني طلع قبلكم وخد الفرصه بالظبط. بس دي كلها خبرات بنستفيد منها يعني. وهو ده دور اللعيبه الكبيره دايما في النادي الاهلي، اللي عندها خبرات ازاي بتحتضن ولد لسه صغير طالع من القطاع، تساعده عشان يقدم افضل ما عنده. شفت ازاي خطوه وليد سليمان، واحد لعب في النادي الاهلي تاريخ سنوات طويله وتاريخ كبير، شفت تكريم النادي الاهلي ليه، والنهارده لما بيعتزل بيحطه في منصب نائب قطاع رئيس قطاع الناشئين، شفت الخطوه دي ازاي؟ خطوه الاعتزال ولا خطوه ان هو يتحط والنادي الاهلي بيكرمه؟ هو بعد مشوار طويل حقه طبعا، حقه طبعا، اسطوره. انت برضه مصر انك تقول لي رايك وبتاع. بس كابتن وليد سليمان برضه هو كان بيتمرن معانا النهارده برضه نفس الكلام. مع الواحد مش عارف يناديله ولا كابتن يا كابتن يا كابتن. طبعا اسطوره كبيره واحنا بنتعلم منه، وربنا يوفقه في الخطوه اللي هو خدها. واحنا طبعا زعلانين عليه ان احنا خسرناه طبعا في الملعب، وان احنا نتفرج عليه. هتستفيدوا منه بقى بخبراته طبعا في قطاع الناشئين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الخطوه الثانيه بعد موسيماني سوارش، وقلت انك لعبت وشاركت مع سوارش، وكانت اول مباراه رسميه ليك مع طلائع الجيش في الدوري الممتاز. شعورك بقى وانت نازل بتلعب اول مباراه رسميه في طلائع الجيش، خدت وقت قليل فيها لكن اتحسبت مباراه مع النادي الاهلي؟ طبعا. هو كان في شويه ضغوطات طبعا، عشان برضو نزلت والنتيجه كانت 1-0 النادي طلائع الجيش، الماتش ده احنا خسرناه. فطبعا شاف الجماهير والاستاد، وموضوع كبير قوي يعني. فالموضوع يعني كان صعب عليا في الاول، بس بعد كده يعني الواحد بيستفيد خبرات برضو، زي ما اقول لك هفضل اقول لك الفريق الاول كله خبرات، والواحد بيستفيد خبرات وهيستفيد خبرات في حياته. ودينا بنلعب في النادي الاهلي لغايه اما نطلع الفريق الاول باذن الله. واثبت نفسي مستر كولر ان شاء الله. تاخد الفرصه قريب ويجي لك الفرصه وتكون جاهز ليها، وتاخد فرصه بشكل افضل ان شاء الله. ان شاء الله. بتتابع كاس العالم؟ طبعا. طب النهارده الارجنتين وكرواتيا، ترشح مين؟ الارجنتين ان شاء الله، عشان ميسي بقى. علشان ميسي، تعاطفا مع ميسي. فبترشح الارجنتين ان شاء الله. طيب قلوبنا كلها بكره مع المغرب، هتلاعب مباراه قويه جدا، والمغرب ماشيه ما شاء الله يعني بخطى ثابته في البطوله. وكتبت طبعا التاريخ. بكره مواجهه قويه، المغرب وفرنسا. توقعك مين بكره؟ هو الروح بتغلب اي حاجه. احنا شفنا برضو في ماتش اسبانيا، اسبانيا منتخب محترم يعني، ما كان من المرشحين الاوائل يعني ان هم والبرتغال والبرازيل. البرازيل يعني ما فيش حاجه بعيده يعني عن ربنا يعني. هم هم فرقه محترمه قوي يعني، منتخب محترم منظم، وبيلعبوا بروح وقلبهم على القلب بعض. فان شاء الله يعني يعملوا حاجه كاس المغرب ان شاء يعني الله. تتوقع النهائي ان شاء الله ما بين الارجنتين والمغرب؟ ان شاء الله. ان شاء الله الارجنتين تكسب بقى في الاخر، عشان تعطوفا وتابع بس. ان اوريدي المغرب خلاص كتبت التاريخ بالظبط. خلاص يعني، حتى لو خرجت فعملت ما فيش منتخب عربي عمله قبل كده. اخيرا عشان وقت برنامجنا، علي، طموحاتك وامنياتك ان شاء الله الفتره الجايه بقى مع النادي الاهلي؟ زي ما قلت لحضرتك، انا
بثبت نفسي وانا في النادي الاهلي لغايه اخر نفس وربنا وفقني ان شاء الله واثبت نفسي للناس اللي فوق والناس اللي فوق تقتنع بيا وان شاء الله قريب باذن الله هبقى فوق باذن الله والناس تشوف وان شاء الله الفتره اللي جايه اللقاء اللي جاي نستضيفك وانت لاعب في الدرجه الاولى متالق ان شاء الله هنا في برنامج الاشبال اللي كان اول برنامج عرف الناس بيه باذن الله. نشكرك شكرا جزيلا يا علي وكل التوفيق لك خلال الفتره اللي جايه. ربنا يخليك. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وكل التوفيق لضيفنا علي عمرو مهاجم شباب النادي الاهلي، كل الامنيات ليه خلال الفتره القادمه بتقديم افضل المستويات. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الأشبال.